أهلا بكم مجددا مع جولة صحفية جديدة مع أبرز ما تلعثنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم الأحد. أهلا بكم. البداية من الصحف المحلية ونقرأ من اليوم السابع: إجراءات حكومية لحماية الغلابة. رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، ويشيد على تحديد يشدد على تحديد تعريفة ركوب النقل للمواطنين بين 10 و15%. لا زيادة في تعريفة النقل العام ولا زيادة في أسعار الدواء. التموين تفعل الخط الساخن وحملات مكثفة لتلقي شكاوى الأسعار. نتابع من صحيفة المصر اليوم هذه العناوين: الرئيس يوجه بإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين. وفي سياق آخر: كتبت لجنة الشباب المحبوسين تتلقى قوائم من النواب والمواطنين. وحول الانتخابات الأمريكية قالت الصحيفة: القرصنة وهجمات القاعدة تهدد الانتخابات الأمريكية. أما صحيفة الجمهورية فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: اليوم الاختبار الحقيقي لقرار تحرير الجنيه، مع التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لأكبر محطة توليد بالعالم، دعم الكهرباء مستمر بعد القرارات الاقتصادية. قسم التشريع ينتهي من مراجعة قانون الصحافة وسلامة الغذاء. إلى صحيفة الوطن التي كتبت في أبرز عناوينها: حق الشهيد تدخل مرحلة الحسم في العريش والشيخ زويد، قتل 11 تكفيريا والقضاء على 6 بؤر إرهابية ومخازن ومتفجرات. الداخلية تقول: حالة استنفار لإحباط المؤامرات والدعوات التحريضية. ضخ المياه لمنازل رأس غارب المتضررة من السيول. والبيئة تقول: زوال عكارة النيل مسألة وقت. إلى صحيفة الأخبار التي كتبت: الملة الوقود متوفر بالأسواق والاحتياطي وآمن تماما. الحكومة: لا صحة لتسريح مليوني موظف. العمل 24 ساعة للانتهاء من المشروع القومي للطرق. الزراعة: لا حظر على صادرات البطاطس المصرية لروسيا. ضرورات الإصلاح ومحاذيره رصدها عبد المحسن سلامة في مقاله بصحيفة الأهرام، ولفت إلى ضرورة خطوات الإصلاح الاقتصادي شريطة أن يواكبها زيادة في الإنتاج والتصدير، وأضاف: أعتقد أن الإصلاح الاقتصادي هو الدواء المر الذي لابد منه للاقتصاد المصري بعد أن تضخمت أوجاعه على مدى عقود طويلة. أزمات الاقتصاد تفاقمت خلال 5 سنوات الأخيرة بفضل الفوضى والانفلات والتخريب والإرهاب، لتبدأ رحلة معاناة الجنيه والمصارعة غير المتكافئة بينه وبين الدولار والعملات الأجنبية. لابد من استكمال خارطة الإصلاح الاقتصادي بكل جوانبها دون خوف أو تردد، والأمر المؤكد أن مصر سوف تجتاز السنوات العجاف إلى الأبد وتصبح دولة محورية قوية تقود العرب وإفريقيا وتصنع حضارتها من جديد. وإلى الصحف العربية ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت: إيران تحشد في حلب والمعارضة تعود لمعركة كسر العظام وطهران تنقل تعزيزات جوية كبيرة. التعاون الإسلامي تؤكد داعم انقلابي اليمن شركاء في استهداف مكة المكرمة. لبنان توجه لحكومة من 30 وزيرا ترضي الجميع. ومن صحيفة الغد الأردنية: فشل الهدنة في سوريا، حلب تنتظر اللحظة الحاسمة وحشد بحري روسي. الاحتلال الصهيوني يواصل التصعيد، حالة اختناق ومواجهات في الخليل وإصابة 4 فلسطينيين في رام الله. لبنان على طريق الاستقرار والحريري ينهي مشاوراته لتشكيل الحكومة اللبنانية. ومن صحيفة الحياة اللندنية نرصد ما يلي: الكماشة تضيق حول عنق داعش في الموصل، والتنظيم يخسر الضواحي الشرقية والجنوبية للمدينة. المعارك في اليمن تسابق مهمة ولد الشيخ في صنعاء. تعزيزات أمنية كبيرة في نيويورك عشية ماراثون الانتخابات الأمريكية. ونطالع من صحيفة السياسة الكويتية: الحرس الثوري الإيراني يدفع بحرب بين بغداد وأنقرة. الانقلاب يتصدع، قوات الشرعية تتقدم في نهم وقيادي حوثي ينضم للجيش اليمني. أمريكا توقف ضرباتها الجوية ضد داعش في سرت الليبية. المغرب
تجدد الاحتجاجات على خلفية مقتل بائع السمك. إلى صحيفة الوسط البحرينية ونرصد منها: سوريا على صفيح ساخن وفصائل المعارضة تنتقل من الدفاع إلى الهجوم. هيومن رايتس تؤكد الضربات الروسية ترقى إلى جرائم حرب. قيادي بحزب بجنوب السودان يدعو الأمم المتحدة إلى المساعدة في حل الصراع في جوبا. دبي تبدأ تشييد أذكى بناء حكومي بالعالم. في مقال لها تساءلت صحيفة البيان الإماراتية: ماذا تريد إيران من جيرانها؟ ولماذا لا تعيش بأمن واستقرار ويستمتع شعبها بثروات وخيرات أوطانهم وتكف أذاها عن باقي شعوب المنطقة حتى يسود الأمان بلادنا العربية؟ وفي محاولة منها للإجابة عن هذه الأسئلة قالت: كان بإمكان إيران على مدى العقود الماضية بعد أن استنزفت قواها المادية والبشرية في حربها مع العراق أن تعيش بأمن واستقرار مع جيرانها، وألا تتسبب في نشر الفوضى والعنف، وتحاول حرق المنطقة واستدراجها تارة بالنووي وتارة أخرى بالصراعات والفتن. إن السموم التي تبثها إيران ما هي إلا وسائل خداع وتضليل من أجل خدمة مشروعها التوسعي لبسط نفوذها على المنطقة، إلا أنه من المؤكد أن هذا المخطط الآثم لن يتم، وستبقى المنطقة العربية قوية بأرضها وأبنائها. نتحول إلى الصحف العالمية، حيث سيطرت أجواء انتخابات الرئاسة الأمريكية على عناوين صحيفة نيويورك تايمز. كلينتون في طريقها لاقتناص أصوات اللحظات الأخيرة مع تدفق الناخبين من أصول لاتينية في التصويت المبكر. ترامب يسارع بالخروج من المنصة وسط الحراس بعد حالة من الاضطراب بتجمع نيفادا. ميشيل أوباما تتجاهل الانتقادات، وحضور قوي للسيدة الأولى في الحملة الانتخابية. ونقرأ أيضا من صحيفة لوموند الفرنسية: القلق يسيطر والديمقراطيون يخشون من تصويت كولورادو بعد فضيحة رسائل بريد كلينتون الإلكترونية. قلق المواطنين يتصاعد إزاء الولايات المترددة. المجتمع التركي يشعر أن الإنجازات في طريقها للخروج من حياتهم، الاعتقالات والقمع وموجة التطهير جعلت الأتراك تحت وطأة المخاوف اليومية. نطالع من صحيفة هارتس الإسرائيلية: الإعلان الانتخابي الأخير لدونالد ترامب يحمل جرعة عالية من معاداة السامية. الإعلان يحمل انتقادات لرجال أعمال يهود، تساؤلات حول ما يمكن أن تفعله حاملة طائرات روسية في البحر المتوسط. الحاملة الأدميرال كوزينتسوف تقترب من شواطئ سوريا في اختبار لقدراتها. إلى الصحف البريطانية، حيث انفردت ساندي تايمز بمقابلة مع رئيس السوري بشار الأسد، أكد فيها أن الغرب أصبح الآن ضعيفا وسيكون مضطرا للقبول به، وأنه غير نادم على شيء ولم يكن أمامه خيار سوى الحل العسكري. وبحسب الصحيفة، فإن الأسد كان في أغلب المقابلة يشير إلى نفسه بصفة الجمعة، معتبرا أن الخيار الآن في سوريا أصبح بينه وبين المتطرفين الذين جاءوا من الخارج. صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية نشرت أيضا مقابلة حصرية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قالت فيها: البريطانيون اتخذوا بالفعل قرارهم الديمقراطية بالخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن المبدأ في خطر. وأضافت ماي أنه ليس هناك رجوع عن هذا الخيار رغم قرار المحكمة العليا بوجوب تصويت البرلمان، محذرة ممن أسمتهم المصابين بالفوبيا الأوروبية من عدم قبول كلمة الشعب. عودة إلى صحيفة نيويورك تايمز التي تدعم انتخاب هيلاري كلينتون للرئاسة، ورصدت في افتتاحيتها تصورا لما ستكون عليه الولايات المتحدة في اليوم التالي للانتخابات إذا ما فاز منافسها دونالد ترامب. وقالت الصحيفة: الولايات المتحدة شهدت في السابق ما هو أسوأ من دونالد ترامب. لقد تحملت أزمات سياسية وفساد وحروب في الخارج وإراقة دماء في الداخل، لكن كل هذا لا يجعل التفكير سهلا في كارثة تلوح في الأفق إذا استيقظنا صباح الأربعاء على ترامب رئيسا منتخبا. لن تنفع الشكوى بعد الآن، فالإعصار على بعد 3 أيام من الأمريكيين، والشيء الملح في هذه الساعات هو تفادي الأسوأ وتقليل الضرر وإزاحة الفوضى. الشتاء قادم على بلادنا، وحان وقت تذكير الأمريكيين بأننا كأمة أصبحنا على المحك.
وهذه وقفة مع أبرز رسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم. ختام جولتنا الصحفية، شكرا لحسن المتابعة. على رأس الساعة موجز لأهم وآخر الأنباء، إلى اللقاء.